اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج شوف شوف، وضيف حلقتنا لهذا اليوم الفنان استاذ. اي والله صايم استاذ عمار يقول لي ها مو صايم. طبعا استاذ والله العظيم انا صايم بس شنو نسيت. طبعا استاذ المهم ضيف الحلقه منو؟ صادق والي منو؟ استاذ ما اعرفه يعني، مع كل احتراماتي للفنان صادق والي بس انا ما اعرفه. عاد ايش الفنان الضوج من واحد يقول له ما اعرفك؟ صادق والي نورتني بالبرنامج، تعال خلينا نشوف ايش راح يصير بصادق والي. كرات معك عباس، هات ما شاء الله عرض. ترى الشاقة هواي صادق بس من يضوج يدير باك من عندك والله العظيم. هذا هنا فوق. ايه يعني يدير باك من عندك باي لحظة يخبزك بوكسر. ها استاذ عمار. اجي؟ اجي. اخبارك؟ اخبارك؟ الاحوال؟ ان شاء الله. وين هنا؟ كيفك؟ وين مجال؟ وين هسه يجون؟ فياك. لا يا ابي. ما يخالف. يحملهم شو يسوي؟ حضر لك مشهد في الشيء؟ مشهد؟ اي هم هيك يعني يسوون تيستات وعندك هاي الكاميرا هنا تصورك. كاميرا واحده هي شكليات، هم احنا دزينا السي في مالتك. وقلنا لهم هذا مشتغل هيك عمل وهيك عمل وهيك عمل. بس هم يريدون يشوفون. خلي يشوفون. فانت شنو طقطقها عليهم؟ اقول لك راح نشد لك شو اسمه؟ نيك. ليش؟ لان مو قلت لك هاي كاميرا تصورك على مود يشوفوه هناك. هو صح هذا المخرج هنا بس يروح يشوف بعد اكثر من جهه المنتجه والسوالف. هم عراقيين بس عايشين برا تعرف يعني. بياد وين برا؟ يعني باوروبا. ما عندي علم يعني بالضبط. يلا عبوسي تعال قلبي تعال ونخلص من هالحر هذا. مو زين انت شلون دراستك؟ والله عادي. هو موس المشروع موس. قلبي شخبارك حبيبي استاذ صادق والي؟ مرحبا حبيبي الغالي. هلا مرحبا. استريحوا. هلا مرحبا. استريحوا. شكرا. نفس الممثل؟ ها شو نفس الممثل؟ شو نفس الممثل يعني مال البارحه؟ استريحت. يعني شو نفس الممثل يمثل هاي السؤال؟ ها بابا غير ولك وين الله بالخير وين يعني. الحبيب هو اللي حلقة الوصل يعني راح يوصل له الأفكار. مترجم. يترجم ها؟ إيه مترجم. مترجم راح يكون. بالمغرب قاعد واجد يوم الله بالخير سلموا. إيه. قالوا وعليكم السلام. هم قالوا عليك. يوم الله بالخير قال خطي قالوا عليكم السلام. إيه إيه خطي. ما يعرفوني. أستاذ علي أستاذ هسه أحاكي على مود المشهد اللي راح تقدمه. ايه يعني بلش. استاذ تقدر تمثل لنا مشهد انه انت اجيت تمشي ولقيت جنطه مال فلوس. شلون راح تباوع؟ شلون تشيلها؟ شلون تفتحها؟ تجيبون الجنطه؟ لا يعني هيك بس رياكشن. يا رجل تخيل جنطه. هو شيء شكلي ايش شو بس رياكشن. تفضل استاذ. وين فوق؟ هو يعرف المشهد اللي هو طالبه. هو بانتو ماين. انت اكيد ممثل وتعرف. انا خوش ممثل صادق. ما اعرف اتم المخرج. عافيه وصادق. هبا عيد صادق عيد سوي لك دخول حلو سوي لك دخول حلو. لحظه استاذ لا بس خلينا نحكي يا استاذ علي. خلي عيد صادق مو كان دي يسولف هاي ودخل بالمشهد. مو ضاج المخرج. يقول هذا ايش يسوي يعني؟ هو قال ايش يريد؟ هو يريد المشهد مال يعني انت جيت تمشي ولقيت جنطه يعني لازم رياكشنات. تمام. يقول لك خلي شوف هذا الممثل وياه خليه يقدم المشهد وشوف ايش راح يسوي. يابا مو يزعلون ذولي.
دوم 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 دوم. شوف شلون جاي يمشي استاذ، شوف الرياكشنات. شنو دور الجنطة بيش؟ شوف انت تشوف استاذ، انت تشوف استاذ شلون يعني، شوف الرياكشنات اللي بوجهه يعني عود سواء احسن مصادقة استاذ. طبعا اكيد استاذ يعني اكو فرق بين ممثل وممثل. مهم علاقات. لا لا سنعيد سنعيد. شوف استاذ شوف شوف اقلب شوف استاذ اقلب يعني ارفع له القبعة. وتعالي من علم اللي جايبين الممثلين هاي المعدة ممثل. صادق بس مره خصتك مره خصتك بس قل لك اللي بس احكي يا صادق. استاذ مو يقول اقول لك بس خلي احكي يا صادق. تمام تمام استاذ. اقول لك انت لا تضوء. لا ما ضوء قاعد عيد لك كم ذره سفره ما ضوء ما عيد لك كم مجد يجي طب عليه وتسوق بس انا ماني باوي. ايوه ايوه الممثل هذا اداس وحدتهم. لا انا جو خان الممثلين لا اقتنع بهم هاي خاف ما اخذ من هذا رقم يجي لا اي اي تشينج اوكي ثانك يو ثانك يو. بيقول لك عريف مشهد انه انت عندك فرس فرس واقفه وانت انت اجتك خيال وقفت يمها شلون راح تصعد عليها وشلون يعني تركض. صار طب للمشهد ذيك يعني طب للمشهد مو تسولف وطب. استاذ استاذ يعني المخرج يريد رياكشنات. اوكي يريد رياكشنات قويه. اوكي وين لا صار لا صار يعني مثل واقف هنا تفضل. استاذ يقول الرياكشنات وين يعني معقولة يا ابو المسرح صغير. نعم دوم دوم دوم. لا لا ده يقول ده يقول اي اوكي اوكي ابا كل عاد بود 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 صادق صدق صعدتك كانت مو شوف شوف يقول لك شوف شوف ما هذا عدو محترف والله صح صادق صدق صدق هذا احلى تشوف استاذ بدك تشوف الرياكشنات شلون مني اي بس ها مو رقبه مال حصان ايش منها بدا بيها شوف 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 هذا شايف المخرج مني تختق على ممثل بعد كرهك كرهك باع وسوى اسمع فش تسوي له تسوي له كات اوفر يقول عقد بملايين اريد ممثل اي يلا كان يلا مصرف على الفيلم يلا كان مضمد يلا دق لي والله دق لي شو يقول استاذ يلا يقول خلي المشهد الثالث استاذ انه انت جاي تمشي تمشي يعني عادي وصارت هزه ارضيه شلون راح تتعامل ويا رياكشنات بس رياكشنات استاذ اي اي حركه اوفر لانه ما يسمع أيه. استاذ تفضل يلا ديبوا عليك يعني ديبوا عليك يعني يعرف يعرف ما غشي تفضل تفضل كيو اوكي ضحك يا اوكي اوكي العفو استاذ يقول هذا يعني سكران يقول ايش بيه يسوي هيك يعني ايش بيه مو هي هزه هزه ارضيه بارك نجوم نجوم شوف شوف يقول لك شوف استاذ يقول لك شوف هذا التمثيل هلا طبته مكروز استاذ هلا والله حرامات يعني ما ياخذون فنانين عراقيين ايش يسوي اول ما شافه مقتنع ايش يسوي شوف حلو 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 انت تشوف الساق راح يوقع حلو 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 اي 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 حلو استاذ يقول يعني طبعا اوكي قول له قول له روح حلاوي تحاكي قول له مشي شو ما شاء هو شنو واسطه الطيره شويه من الهواتف استاذ
استاذ ما يعني ما عنده رشوه وهاي الامور يعني طبعا 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 يريد اكيد يريد ممثل طبعا الا ملاك وحصان لا توزع رضيه صدق شلون اسوي ودي ودي الرضا علوان لو قهوه كنت بعزمه عزمه سيجيبك بدور تعال ودي بسمين استاذ شوي ها بردوني بردوني يقول يقول اخر مره يعني ما اريد اتحصل شنو المشهد شنو؟ استاذ يقول خلي اقدم لنا مشهد ملاكمه ويا من تلاكمه روحه تعال وين الاخ؟ لا لا يعني وحدك هو يريد بس رياكشنات يريد رياكشنات وقلت لك صادق هو ما يسمع يعني اسمع. يعني ما يحتاج الشيء استاذ يعني استاذ استاذ يعني رياكشنات قويه اضبطها طب الشخصية طب الشخصية هذا خير مشهد سوي سوي ما قبل عفوا ديباو عليك ديباو عليك يعني اي صدق هذا ديت لك واحد اطول منه طويل اي راهي مثل المخرج طويل معتبر يا بدي شو شلون بالله انه يا بدي شوف المشهد شوف المشهد انا اعرف احكي انجليزي صح جد وياه يقول هذا يعني واحد بشارع عادي كتله يقول مو حركات هاي مو حركات والله انت اكيد راح تقول لي هذا الممثل ماتي اي هو انت مخيل على هذا الممثل هذا راح يصير سايق على المنطقه هلا 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 اي شرفك هذا اداء بشرفك هذا ها شنو هاي اشرب المي استاذ يعني اشرب المي مال الحلبة شوف الرياكشنات استاذ هو يا يعني استاذ هو علي من علي من علي من غير هذا استاذ خبزه براش دي لا لا استاذ والله حيرني يلا 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 عبي يا ابي علي اخذني اخذني وينك يا معود لا استاذ يعني بدون 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 انك توضح يا ريت يعني اتمنى شو اسوي؟ ابى اوكي 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 يقول يريد يبقى يريد يروح لا ابقى غير نفتهم احنا العقل وين؟ مالك قول ها قول اه عصب المخرج نو بوت بوت بول شو هاي سولف في الفلوس؟ يقول هذا يعني بس يريد فلوس ياخذ ويروح لا يا ابي عم يروح ببلاش بس وين هي السفره وين؟ شو وقيت؟ لا لا يقول بعد ما اريد خليه يطلع اي بس المفروض ذوق يعني يقول له اي هو ده يحكي لي بس انا احكي باللهجه العربيه طب 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 انت قول له استرخي ريلاكس علي من صاير عصبي لا لا هو ريلاكس بس يعني هسه راح يجون راح نجيب لك غير ممثلين غير ممثلين هو هذا الممثل مالك نصر الدين لا لا استاذ يعني لا لا هذا 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 ممثل يعني معروف لا والله لا والله تقدر لا شايفه لا والله تقدر تبحث عنه بالجوجل ممثل يعني يعني هسه تقول كرار شو اسمه هو شو اسمه شو اسمه الممثل هونغو 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 اي استاذ تقدر علي هونغو انت وينك وشو لا لا استاذ هو الموضوع مو يم الموضوع يم المخرج ابا او لا لا يقول ما اريد اخليه هاي يا عوفد يا عوفد يلا استاذ علي عليك يقول لك يعني هذا ممثل وهذا ممثل يعني استاذ يقول لك وين لقيت هالكلاوات اه يعني واصلته جماله يقول ايش بي مايع يعني بس يسوي هيك يعني يقول يعني هذا طول هذا طول عنده والجسم ما يسوي ملاكمه هيك استاذ استاذ بس لا تعصبهم رجاء استاذ لا عصبهم لا وحتى حتى هاي مالت الجيجاره ما بيدك استاذ يرفعون علينا قضيه يعني قضيه وين يرفعون علي قضيه يعني ايش مسوي يرفعون علي قضيه ايش انت طبقت وياهم لا انا مو طبقت وياهم بس استحقك تحقق فلوسك لا استاذ وانا ما لا 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 لا
قام يطحر يطحر قوم شنو قوم باو علي باو علي شنو قوم قوم انا يقول انا قوم والله يا طارق هاي هاي شنو لا لا قوم قوم يقول هاي الحركات انا ما احبها يعني يا قوم انا اقول علي من قوم لا لك يقول لك قوم 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 ما اطلع وعلي اخو اقول يلا يلا اطلع اطلع والله وشنو علي ما شتري شنو شنو قوه اخو ما قوه علي البارح اليوم شنو صار الساعه كم حصان وكم شنو نو نو هاي نو نو قول هم فلوس شو يعجبني فلوس صار فلوس. فلوس لا أبا فلوس مري دحين ده يقول انا اعطيك فلوس الكرمه وخليه ما اطلع ها اها قاع شنو شوف شلون ممثل قول له قول له شوف شلون يمثل شوف شوف شلون يمثل خليه يشوف حركاته تعال خالي خلي شوف لا لا بالشيالات بالصيف تعال خالي تعال يمي تعال ابننا استاذ يقول هذا شنو لزق 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 ما يطلع سوي له عقد خلينا نروح ابا شنو هزي يا اخاي سترته كذا شوربه هذا يمثل؟ لا ما دا يقول هذا شلون ممثل بالعراق هنا معروف ولزق هنا مقبلين ممثل ستار شنو؟ شنو ذن؟ ستار هذا العقود يعني يا عقود ذن عقود؟ اي اي ذن عقود؟ هي ولا يا اوه هل صار ممثل او ممثل؟ برو برو؟ تفضل تفضل شو قلت برو؟ اي تفضل يعني يقول لك الطابور مو ما ادري يعني اي استاذ عصبتهم رجاء يعني تعقد انت شو؟ لا لا استاذ لا برو عبوك لا برو عبوك لا برو عبوك والله لا برو عبوك خفيه كاميرا خفيه كاميرا خفيه والله كاميرا شنو ما فقست بيها؟ والله ما جو جو فروق انا كرار زين انت ما قلت لي بنص الحلقه بنص الحلقه قلت لك كرار ما فقست ما فقست حبيبي حبيبي كرار حبيبي كرار يلا حبيبي 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 صدق صدق بالمناسبه هم فعلا فعلا عصام يعني ما يتكلمون بس مبدعين ونوجه لهم احلى التحايا فعلا موهوبين وراقين ويجننون انا اول ما جيت اول ما جيت صورت انا توقعت يعني يمثلون هم بانهم صموا فعلا هم يعني ذوي احتياجات حبيب خاصه حبيبي حبيبي استاذ نورتنا حبيبي. نورتنا اليوم بالبرنامج ونريد كلمه للجمهور على الناس اللي حبيبي. تتنمر عليهم بالشارع اللي تحكي عليهم بالشارع فيا ريت توصل رساله للناس انه ذولا يعني ناس محترمين فعلا محترمين فعلا حقيقه تحيه لحضراتكم استاذ علي استاذ كرار والاساتذه طبعا انا سعيد ان التقيت بكم بهالبرنامج الي الشرف طبعا هم اني طبعا بالمناسبه بس راع عليك العقد اي راع علي العقد حرامات تتحرر نخلص الصيف هناك يعني هم اخوتنا وناسنا انا عندي اكثر من 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 واحد من اقاربي عندي بن خالي وعندي بنت خالتي ايضا يعانون من نفس الحاله هم صموا بس ما مستسلمين للوضع ابدا ابدا يعني انا بن خالي نجار أها. طبعا نجار درجه اولى وحقيقه يعني مكانته مهمه بين عائلته وقرايبه وناسه وجيرانه لان وانا انصح كل الناس ان حقيقه ان ما يستهزئون بيك ويقدرون مثل هكذا اكيد احنا هدف البرنامج ورساله البرنامج انه نوصل رساله للناس انه لازم نتعامل وياهم باحترام بالضبط وهم يستحقون كل الناس بالشارع هم يستحقون الاحترام لان يعني الله سبحانه وتعالى من ياخذ شيء ينطي شيء واحنا سامحنا خفض وجناك لا بالعكس يا ابو عبد الله طلع طفنا يا كان حبيبي كرار يقول شنو؟ يقول لك نعرض يعني هسه يقول لك نعرض؟ هسه يقول لك اكيد اكيد تحيه حب تحيه حب واخلاص تحيه كبيره لكل الصم اللي بكم بالعراق وبكل العالم هم اخوتنا وناسنا وما نعرف الله سبحانه وتعالى يضامننا احنا خلانا نحكي بس اخذ بعدنا اشياء هم خلاهم صموا بكم لكن لكن الله انطاهم اشياء كثيره شكرا لك استاذ انطينا نهايه الحلقه شكرا لك استاذ نورتنا بالبرنامج وانتظرونا فنان جديد ومقلب جديد وراكم وراكم كل رمضان